رفع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أسماء التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى 19 لإقرار ميثاق العمل الوطني. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن هذه الذكرى الوطنية ما هي إلا تجسيد حقيقي للرؤية السامية لقائد المسيرة والنهضة بمملكة البحرين عاهل البلاد المفدى أيده الله، وقصة تعبر عن تلاحم والتفاف الشعب البحريني حول قيادته لرسم غد مشرق لبحريننا الغالية. مضيفا سموه أن نجاح هذا المشروع الوطني بدأ بحصده على 98.4% من تصويت الشعب، ليؤكد أن ما يحمله هذا المشروع من أهداف كانت بمثابة خارطة الطريق التي رسمها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في مشروعه الإصلاحي لتحقيق مزيد من المنجزات الحضارية للمملكة. قال سموه: ستظل الصورة راسخة في أذهان الجميع عندما نستذكر معا ذكرى ميثاق العمل الوطني والتي عكست أجمل صور اللحمة الوطنية بين القيادة والشعب، فهذا المشروع هو عنوان بارز لتميز وتقدم المملكة، فما شهدته قطاعات الدولة من نجاحات سطرتها السواعد البحرينية ما هي إلا انعكاسات واضحة على أن المملكة تسير نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا. وأضاف سموه أن قطاع الشباب والرياضة يشهد في العهد الزاهر لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تطورا مستمرا بفضل الجهود المتميزة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والتي يترجم من خلالها توجيهات العاهل المفدى أيده الله للنهوض بهذا القطاع الذي استطاع أن يكون جزءا مهما في نجاح المشروع الوطني بعد أن حقق الشباب البحريني إنجازات مشرفة عززت من مكانة مملكة البحرين على خارطة الرياضة العالمية.